أتمنى، بس أريد أن أنتقل لسيد بهاء، أريد ربما أتكلم نقطة مهمة جدا، المخاوف مالكم ربما البعض يعتبرها مخاوف مشروعة، والبعض الآخر يقول دولة القانون ربما ما تحصل شيء، فبدت تخوف الناخب وأيضا تتحدث بصوت عالي أنه الانتخابات ربما يصيبها خلل أمني، يعني أمور كثيرة. تفضل سيد بهاء. بالنسبة لدولة القانون ما متخوفين بالانتخابات، وأصلا إحنا الكتلة السياسية نعم اللي طالبت بإجراء الانتخابات المبكرة حتى قبل نعم أنتم التظاهرات، مصرين على الانتخابات. مصرين على نعم الانتخابات. إضافة إلى هذا، دولة القانون عندها جمهور وعندها زعيم سياسي مثل السيد المالكي، وإلى جمهوره ومحبينه بالشارع. وكذلك دولة القانون من كانت بالحكومة، يعني كل الإعمار صار، وكل بناء مؤسسات الدولة، وكل اللي قاموا به، وكل المبادرات، إن كانت السكن، الزراعية، المدينة الرياضية، غيرها من هاي، دعم القطاع الصحي، دعم كل القطاعات، التعليم والبعثات، كلها كانت بزمن حكومة السيد المالك. الكهرباء من 4000 ميجا واط إلى 18000 ميجا واط، كلها هاي كانت بزمن حكوماتنا. الوضع الامني جيد، فاليوم احنا دولة القانون موجود لها جمهور، واحنا هم ندعو الناس ان تشارك في الانتخابات، ان تخرج وتدلب صوتها لمن تريد في الانتخابات ومن يمثلها، من اجل انقاذ نعم البلد من هذا الوضع حقيقة. الانتخابات ماشية ماضية سيد عباس بوقت المحدد، ان شاء الله ماضية، اتمنى يعني انتم هذا قرار دولي قرار دولي وقرار عراقي، حكومي، وايضا قرار رأي عراقي، مرجعي يعني وكنت، يعني لكن أنا اللي افتهمته لكل يعني هو حال أيضا أنه ماضية 100% بوقتها، وإن شاء الله إن شاء الله نخصص باقي الفترة اللي بقت حتى نوعي الناس للانتخابات، أريد الكل تخرج وتدلب أصوات.